الاهميه كبيره جدا، لان الحقيقه دي اول مره بيحصل حدث زي كده في الاوبرا بالشكل الكبير الضخم ده، ان هم ليهم 3 ليالي وبيفتح بهذا الجمال. يعني طبعا يعني زي ما شفنا المعرض بره كان شكله ايه، وبالنسبه هنا لللوحات يعني ان يكون معرض فيه 88 فنان واكثر من 200 لوحه اعتقد ده شيء رائع جدا، زائد طبعا الفقرات الفنيه اللي متقدمه في الخارج زائد العرض اللي هيتم. فهو حدث النهارده جميل الحقيقه. دايما نقول الكل في واحد، النوبة جزء من مصر وجزء من أفريقيا، ومصر جزء من أفريقيا، والنيل بيجمع بين كل هذه المناطق، بيوحدها، وبيوحدها التاريخ، بيوحدها التراث، بيوحدها المصير المشترك اللي احنا بنحاول نؤكد عليه. احنا سعداء بهذا المعرض وسعداء بالثقافة النوبية اللي هي جزء من الثقافة المصرية. احنا بنشارك اهل النوبة في احتفالاتهم، وبنشوف الحياة الفن المتميز بتاعهم في الحرف اليدوية وفي كل الزخارف اللي شفناها النهاردة. الحقيقة المهرجان والمعرض متميزين جدا، وبنشوف فيهم كل الابتكارات والفن النوبي.